اخترت في هذه الإطلالة القرائية الجديدة هذين الكتابين. الأول عنوانه فتح فلسطين قراءة التاريخ برؤية إسلامية لمؤلفه الدكتور راغب السرجاني. أما الكتاب الثاني فعنوانه التفكير خارج الصندوق لمؤلفته ماري جوفاي ومن إعداد قسم الترجمة في دار الفاروق بمصر. ونبدأ من هذا الكتاب. هذا الكتاب فتح فلسطين قراءة التاريخ برؤية إسلامية، يتعرف القراء من خلاله على قراءة التاريخ ودراسة القصص ذات العبر. هذا الكتاب يستعرض فتح فلسطين وفتح الشام بشكل عام ويناقش أهداف الفتح الإسلامي. هنا يتعرف القراء على أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي أخذ قراراً بفتح الشام وفتح العراق، وكيف استطاع الصديق أن يأخذ قراراً بحرب القطب الأول في العالم آنذاك وهو الدولة الرومانية، وكيف تحركت الجيوش، وما هي المعارك التي دارت على هذه الأرض المباركة، ما هي أجنادين، ما هي بيسان، ما هي اليرموك، ما هو فتح القدس، وما هو فتح دمشق وحمص وحلب وغيرها من بلاد الشام. يدرس هذا الكتاب تلك الحقبة بإسهاب من أجل التعرف على جيل القدوة، جيل الصحابة والتابعين الذين فتحوا فلسطين. يقدم الكتاب هذا أعلام الفتح الإسلامي في منتهى الدقة والأهمية، من هم وكيف كانت حياتهم وكيف كانت طريقتهم في هذا الفتح العظيم، والأهم كما يقول كيف تحقق للمسلمين النصر بأعداد قليلة على الجيش الروماني بأعداده المهولة وبقوته العظيمة وبتاريخه الطويل في المعارك العسكرية. يشير المؤلف هنا إلى أن التاريخ الإسلامي كتب بأيد غير إسلامية، ولذلك شوهت الكثير من معالمه، ودورنا كما يؤكد أن نعيد قراءة التاريخ الإسلامي بعيون إسلامية. يبسط المؤلف وقائع التاريخ المتعلقة بفلسطين ويناقش الكثير من المواقف بأسلوب سردي وقصصي يأسر القارئ ويشد حواسه وهو يأخذه إلى الحقيقة. في الصفحة 120 يتحدث المؤلف عن معركة أجنادين التي تعتبر من أكبر المواقع في تاريخ الإسلام والمسلمين، والتي وقف إمام العلماء معاذ بن جبل محمساً الناس فيها وهو يقول: يا معشر المسلمين، أشروا أنفسكم اليوم لله، فإنكم إن هزمتموهم اليوم صارت هذه البلاد بلاد الإسلام أبداً. كتاب فتح فلسطين قراءة التاريخ برؤية إسلامية، المؤلف الدكتور راغب السرجاني، من إصدارات دار الفرسان. كتاب التفكير خارج الصندوق، فتتوجه مؤلفته منذ البداية، مؤلفته ماري جوفاي، إلى قارئها متسائلة ما إذا كان شعر من قبل بأنه حبيس داخل صندوق أو أنه عالق في طاحونة، وتوضح:
تشرح المؤلفة أسباب سؤالها ولماذا وضعته بهذه الصيغة، قائلة إن تقلبات الحياة وصروفها، إضافة إلى الضغط اليومي الناتج عن الإيقاع السريع للحياة العصرية، قد تجعل الناس يشعرون كما لو أنهم يعيشون كابوساً يتكرر كل يوم. فتربية الأطفال والتركيز في العمل والنجاح في العلاقة الاجتماعية والحب وتحمل المسؤوليات ودفع الفواتير ومحاولة التغلب على ضيق الوقت وغيرها من الضغوط يمكن أن تصيب معظم الناس بالتعب والإحباط والإنهاك التام. وكيف يمكن الاعتناء بالنفس في عصر أصبح من الصعب فيه إيجاد الوقت الكافي حتى لتنفس الصعداء؟ نقطة مهمة تنبغي الإشارة إليها عند قراءة أفكار هذا الكتاب والكاتبة معا، وهي أن الكاتبة تعرضت للكثير من المصاعب في حياتها حتى تمكنت من اكتشاف ذاتها وتعرفت على كيفية الخروج من الصندوق. تقول: لم أعرف كيفية الخلاص إلى أن خرجت من الصندوق الذي كنت أضع نفسي فيه. فهذا الكتاب إذن هو قصة رحلتها للخلاص من هذا الصندوق، واستعراض للاكتشافات التي حققتها على مسار هذه الرحلة. ومن أهم الدروس التي تعلمتها أن الطريق لاكتشاف الذات هو غالبا طريق محفوف بالمخاطر، خاصة إذا علمنا أن حياة ماري جوفاي المهنية تنوعت بين التمريض والإدارة والمبيعات والإعلان والكتابة وإلقاء الخطب. لقد كان هذا هو حال المؤلفة، كانت تشعر بالضغط والإرهاق الشديدين، وكانت على حافة الهاوية كما تقول، فقد كانت حبيسة متاهة سريعة وهائجة اسمها الحياة. تأمل مؤلفة هذا الكتاب من قرائها بمشاركة هذه القصة معهم أن يحصلوا على بعض المعلومات التي تضيء لهم الطريق، وأن ينعموا بمزيد من المتعة والسعادة والرضا والمشاعر النقية التي لم يتمتعوا بها من قبل. فقد تعلمت هي أن الوقت قد حان، لأن كل يوم يمر لن يعود، وإضاعة يوم واحد يورث الندم، ولذلك يجب أن تكون الخطى ثابتة كي تكون النهاية سعيدة. كتاب التفكير خارج الصندوق، المؤلفة ماري جوفاي، ومن إصدارات دار الفاروق، مصر.